أهلاً. المثلث الدرامي عبارة عن ثلاث أضلاع، المنقذ والضحية والجاني. راح أشرح لكم شنو هو المثلث الدرامي ومن اللي مر فيه وشنو هما ثلاث أضلاع اللي تشارك بهذا المثلث الدرامي. أولاً عندنا دور الضحية. دور الضحية هو الشخص اللي دايماً يفني نفسه لأنه يساعد الآخرين، يفني نفسه على أساس يحل كل مشاكلهم، حتى لو على حساب نفسه، على حساب احتياجاته، على حساب راحته الجسدية وراحته الذهنية وراحته العقلية. دايماً تلاقيه يحاول يساعد إن الأفراد اللي بأسرته، ودايماً أغلب المرات تكون الأم هي دور الضحية، لأن هي تبي تحاول قد ما تقدر أن تراضي زوجها وتراضي أبنائها وتراضي كل اللي دار مدارها، فتصير هي بدون ما تحس دور الضحية في هذا المثلث الدرامي. بعدين إينا دور الجاني. دور الجاني هو الشخص اللي دايماً عنده أوامر ما تخلص. أبي هذا الشيء، خلصوا هذا الشيء، الأكل بهذا الوقت، كل شيء عنده أوامر 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 ما تنتهي. قد ما تحاول الضحية أنها تسمع كلامه أو تحقق له اللي يبي، عمره ما يقول خلاص أوكي شكراً أنت وصلتي حق اللي أنا أبي، وأنا أشكرك على اللي تقعد تسوينه. لكن للأسف بعض الأوقات وايد الجاني يستبد، يطول لسانه، يمد إيده، يكون صعب بالتعامل، يصرخ بالبيت، يكون عنده مشاكل بالغضب. شو يصير؟ شلون هو المثلث الدرامي؟ هو الجاني يبتدي يتعدى على الضحية، خلينا نقول مثلا أب يتعدى على الأم، شو يسوي؟ يصرخ، الأكل مو زين، الأولاد ما قاموا بالوقت، ما سوى واجباتهم، يلقي كل اللوم على الأم اللي تكون بهالدور، دور الضحية. تحاول تبرر، تحاول تدافع عن نفسها، ماكو فايدة، دايما هو عنده أن هي خطأ. لمن يشوفها أن هي تأثرت وايد وبدت تنسحب من هذه الأدوار، بدت تضايق منه، عشان ما يخسر هذا الشخص اللي هي الضحية وتخليها تستمر بأنها تلبي طلباته وتلبي احتياجاته وتلبي احتياجات أبنائه، يحاول عقب ما يشوفها مكسورة، ضايق خلقها، مهمومة، قاعدة تبكي، يقوم هو نفسه الجاني يلعب دور المنقذ. فش يسوي؟ يناديها، لا احنا ما نستغنى عنك، احنا نحبك، احنا نبيك، انا ما كان قصدي، انا كان كذي، ويبرر افعاله الخطأ اللي كان يسويهم حق هذه الضعيفة اللي هي دور الضحية. وهي بدون علمها بهذا المثلث الدرامي، بدون علمها أن الجاني الحين صار منقذ، بدون علمها أن هي ضحية، لأن كل اللوم عليها هي، لأن هي مسكينة بالمثلث مو حاسة. ترى وايد أشياء ساعات تصير إذا إحنا داخل الدائرة ما نحس فيها، فيقوم يحاول يطلعها من دور الضحية وينقذها، فيصير الحين هو المنقذ، إحنا نحبك، إحنا نبيك، ويحاول يصالحها. وبالفعل ما عندها، ما بإيدها حيلة، فتقوم ترضى عليه وترضى على جميع الأشياء اللي هو قالهم، وترجع مرة ثانية عقب فترة تكرر معاه المثلث الدرامي. المثلث الدرامي أبيكم تنتبهون منه، لأنه يمر علينا بوايد تجارب بحياتنا. أنا أعطيتكم مثال للأسرة لأن أغلبنا عاشوا بأسر وشافوا هذا الدور. كلنا من مؤفينا ما شاف دور أمينة وسي السيد، وشفنا شلون كان يصرخ بالبيت وكانت هي الضحية وتركض تلبي طلباته وتلبي طلبات أبنائه وبعدين يحاول يراضيها. هذا مثال شاسع أنا قلت لكم إياه وشائع عندنا، على أساس يكون يعني شيء أنتم مريتوا فيه أو سمعتوا. لكن هذا المثلث نشوفه في العمل كذلك، نشوفه بين الأصحاب. الصاحب اللي دايماً يعتب على الآخر، دايماً يقول إن الآخر مقصر معاه، ولمن هذاك يبتعد عنه ويحس إنه هو اللي قاعد يسويه خطأ، يقوم هو يتراجع ويقول إنه أوكي أنا مو قصدي، بس أنا أنت عزيز علي، أنت غالي علي. فالمثلث الدرامي يتكرر معانا وايد بحياتنا وبعلاقات كثيرة يتكرر فيها، وفي أوقات وايد لأن اللي يلعب معانا هذه اللعبة ويكون دايما الجاني يكون قريب علينا،
يكون أب، يكون أخ، يكون زوج، أو تكون أخت، أو تكون صديقة. فدايماً ما نحطهم بالصورة الواضحة، نقول لا مو معقولة أهما يسوون كذي، ونسامحهم مراراً وتكراراً. انتبهوا حق المثلث الدرامي، انتبهوا حق الأدوار اللي أنتوا تلعبونها بحياتكم واللي الآخرين يلعبونها معاكم. إذا أنت دور الضحية لا تقبلين أن الآخر يعنفك ويأذيك ويخليك مرة ومرة ومرة يعيد عليك نفس طريقة التعامل السيء. وإذا أنت الجاني حاول أن تغير من طريقة تعاملك مع الآخرين، تغير من أسلوبك اللي فيه غضب وفيه صراخ مع الآخرين، ولا تقعد تلعب هذه اللعبة وتخرب على نفسك وعلى كل اللي دار مدارك. إن شاء الله تكونون فهمتوا المثلث الدرامي. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامج من خبرتي. اليوم نتكلم عن السعاده. سر الحياه السعيده ان تذكر ما لديك من نعم، واعظمها هي نعمه العقل ونعمه الاسلام وغيرها من النعم الاساسيه. السعاده الحقيقيه ان تعرف ما هي النعم اللي في حواليك، واكتب النعم في حياتك. ليش اكتبها؟ حتى يزيد رضاك في الحياه. مثلا نعمه السياره، نعمه السكن، نعمه الزوجه والابناء، حتى نعمة الأعضاء في جسم الإنسان، أعضاء داخلية، حاسة السمع، حاسة البصر، هذه كلها نعم لازم نشكر الله سبحانه وتعالى علينا عليها. إذن السعادة ما هي محصورة فقط في الكماليات والأمور المؤقتة. أي أمور معينة تشتريها، منتج معين أو شغلة شاريها، هذه ترى سعادة مؤقتة، يجيب لك اللذة نعم ولكن مؤقتة، ولكن السعادة الحقيقية هي من الداخل. السعادة الزوجية عن طريق تكون أنت تفهم طرفك الآخر، تفهم نفسية المرأة، تفهم نفسية، تفهم نفسية الزوج. فمن خلال فهم الطرفين بعضهم بعض، يفهمون بعضهم البعض، أنت إيش قاعد تسوي؟ قاعد تفهم نفسية الآخر، وتكون حياتك سعيدة. لأن ما في كل المشاكل الزوجية أو المشاكل الإنسانية ما لها حل واحد. فلما يجيلك واحد يقولك أنا عندي مشكلة معينة، ما في حل واحد بالنسبة لي هذه المشكلة، وإنما لازم أعرف الأطراف، لازم أعرف المشاكل، أقعد ويسولف وياه وتحاور وياه، لما أشوف الخلل وين بعدين أعطيه النصيحة والتوجيه المباشر. في ناس أي مشكلة تمر عليهم، خصوصا مشاكل الإنسانية أو حتى المشاكل بين الزواج، يعطونه حل هو مشكلة ممكن يواجهها ويعطيه هذا الحل. لا، لازم أعرف شنو، وين المشكلة، وين الخلل بين الطرفين. فالسعادة الزوجية لازم يكون أفهم عقلية المرأة، لازم تفهمين عقلية الرجل. هناك في فروقات عديدة من ناحية العقلية، حتى المرأة تمر في أحيانا في فترات في حياتها محتاج إلى اهتمام، محتاج إلى رعاية، محتاج إلى أن تفهم نفسيتها. ونفس الشيء الرجل لازم تفهمين نفسيته. فأهما في السعادة الزوجية لازم نفهم الأطراف، نفهم الزوج ونفهم الزوجة. السعادة ممكن أني أنا أصنعها، مو بالضرورة يكون لازم واحد هو يسعدني. في ناس ما تعرف تسعد نفسها، لازم يكون سعادته هو لازم مع الناس، مع الحوالي. نعم هي أمور تجلب لنا السعادة، ولكن لو فرضنا أن هذا الشخص أو هذا الصديق مسافر، فهل أنت عندك إمكانية أنك أنت تسعد نفسك من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمامات أو الفنون أو الرياضات المختلفة؟ هنا عندك الإمكانية والمهارة الأساسية اللي تجلب لك السعادة. السعادة لا تنتظرها، لحظات الفرح والسعادة لا تنتظر، بل أنت تصنعها، تصنعها من خلالك، من أفكارك، من الأنشطة السارة اللي تسعدك، فلا تربطها بشخص أو بشغلة معينة. فالأمور الحياتية ترى متغيرة، ما تقدر أنت دائما تخلي الناس هذول دائما حواليك أو يسعدونك، أو هذا الصديق اللي يكون إنسان مرح
يكون دائما وياك، لا، انت لازم يكون عندك اصدقاء كثر في الحياه حتى يكون عندك مجموعه من الانشطه الساره اللي تسعدك في الحياه. السعاده مهاره ممكن ان انا اتعلمها، وبالتالي هذه الامور مثلا السعاده، اذا انت اعطيت واحد كلمه تشجيعيه او توجيه او حتى اهتمام، ترى ما ينقص منك شيء، بالعكس انت ربحان. ليش؟ لان انت قاعد تريحه من خلال هذا الكلام اللي فيه دعوه للامل، دعوه للتفاؤل، دعوه للايجابيه، فانت قاعد تعيش اللي حواليك بهذه الروح الايجابيه، بهذه الروح المعنويه العاليه. اما الانسان الاناني اللي ما يبي احد يكون سعيد او ما يبي ينشر هذه السعاده، لا بالعكس، لازم انا انشر ثقافه السعاده، ثقافه الابتسامه مع الاخرين، لازم انا انشر مثل هذه الامور، لان هذه في النهايه انا راح اكون سعيد، لان السعاده طبعا هو شعور داخلي، ما راح يعني تكون حواليك هي الامور اللي تسعدك في الحياه، لا، هذه الامور اضافيه وكماليه، ولكن السعاده الحقيقيه هي السعاده الداخليه. هذه كانت حلقتنا اليوم عن مفهوم السعاده، شكرا لكم على طيب المتابعه، مع السلامه.